القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر المزامير مزمور 54 ومزمور 55. لإمام المغنين على ذوات الأمطار قصيدة لداود عندما أتى الديفيون وقالوا لشاول: أليس داود مختبئا عندنا؟ اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي. اسمع يا الله صلاتي واصغي إلى كلام فمي، لأن غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي. لم يجعلوا الله أمامهم سلاح، وهذا الله معين لي. الرب بين عاضدي نفسي، يرجع الشر على أعدائي. بحقك اثنهم أذبح لك منتدبا، أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأن من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيناي. مزمور 55 لإمام المغنيين على ذوات الأوتار قصيدة لداود. اصغي يا الله إلى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي، استمع لي واستجب لي. أتحير في كربتي وأضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير، لأنه يحيلون علي إثما وبغضب يضطهدونني. يمخض قلبي في داخلي وأهوال الموت سقطت علي، خوف ورعدة أتيا علي وغشياني رعب. فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح، ها أنا ذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية سلاه. كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوء. اهلك يا رب فرق ألسنتهم، لأني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة. نهارا وليلا يحيطون بها على أسوارها، وإثم ومشقة في وسطها، مفاسد في وسطها، ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش. لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي إلفي وصديقي، الذي معه كانت تحلو لنا العشرة إلى بيت الله. كنا نذهب في الجمهور ليبغتهم الموت لينحدروا إلى الهاوية أحياء، لأن في مساكنهم في وسطهم شرورا. أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني، مساء وصباحا وظهرا أشكو وأنوح فيسمع صوتي. فدا بسلام نفسي من قتال علي، لأنهم بكثرة كانوا حولي. يسمع الله فيذلهم، والجالس منذ القدم سلاه، الذي ليس لهم تغير ولا يخافون الله. ألقى يديه على مسالمه، نقض عهده، أنعم من الذبد فمه، وقلبه قد تال، ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة. ألقي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتذعذع إلى الأبد. وأنت يا الله تحضرهم إلى جب الهلاك، رجال الدماء والغش لا ينصفون أيامهم، أما أنا فأتكل عليك. هللويا. إحنا قدام مزمورين يمكن قريبين في بعض من الفكرة، صرخة إنسان متألم ومتحير ومتضايق، لكنه ينشد النجاة من خلال الله. المزمور 54 يقول لإمام المغنيين على ذوات الأوتار، يعني هذا المزمور ينشده قائد المغنيين على الآلات الوترية. ومعروف ان كان في هذا الوقت من ايام داود ثلاث آلات وترية: العود والربابة. الربابة دي كانت عبارة عن شيء مثلث كده وفيه 10 اوتار،
وكانت الاوتار دي معمولة من ديل الشعر بتاع ديل الحصان، والآلة الثالثة السنطير، ودي تلاقوها في سفر دانيال. السنطير ده كان عبارة عن زي مربعة فيها 54 وتر مصنوعين من المعدن، بالضبط يعادلوا حاليا القانون او القانون زي ما بيقولوا الموسيقيين. فدي الآلات الوترية، وكان هذا المزمور ينشد على هذه الآلات. قصيدة، تكلمنا عن كلمة قصيدة قبل كده بأنها شعر تعليمي للفهم، شعر تعليمي يقصد به أنه يوصل للإنسان فهم معين أو درس معين، لكن بيربطها بحادثة معينة في حياة داود. أنت عارفين داود ده برضك يعتبر من أحد مزامير الطريد اللي قالها داود وهو مطارد من شاول. في وقت من الأوقات وهو مطارد راح برية يستخبى فيها اسمها برية زيف، موجودة في منطقة اليهودية، منطقة صحراء. وبرغم من ان داود كان خدم اهل زيف دول بانه خلصهم في الحروب بتاعتهم، الا ان اهل زيف لما جه داود وقعد واستقر عندهم راحوا فتنوا عليه عند شاول وقالوا له تعالى ده داود مستخبي عندنا، تعالى امسكه واعمل فيه اللي انت عايزه. فهم غدروا بيه وكانوا فخ ليه تجاه شاول، وفعلا شاول تحرك بجيش جبار جدا علشان يموت داود ناحية برية زيف. فرنم داود هذا المزمور: اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي، لان غرباء قاموا علي واقوياء طلبوا نفسي. وكان الحاجة العجيبة فعلا ان الله استجاب لهذا المزمور ولهذه الصلاة، وبترتيب الهي يهجم الفلسطينيين على شعب اسرائيل، فيضطر شاول انه يسيب داود ويرجع بالجيش اللي كان معده علشان يقبض بيه على داود ويموته في برية زيف. فارسل الله خلاص لداود، وداود لما رنم هذا المزمور وطلب الخلاص من الله، نشوف في وسط نغمة المزمور انه كان عنده ثقة في ان الله عاضد نفسه وان الله هيخلصه. الكنيسة خدت هذا المزمور لحلاوته ولقوته في ان الله استجابه فعلا وخلص داود من الموقف الصعب اللي هو كان فيه، وحطت الكنيسة هذا المزمور في ضمن صلوات الساعة السادسة، اول مزمور في الاجبية في صلاة الساعة السادسة: اللهم باسمك خلصني. ودي تلك الساعة اللي السيد المسيح رفع فيها على الصليب وصرخ بلسان حاله وكأنه بيصرخ بالصلاة بهذا المزمور: اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي، لان الظلمة دول حكموا علي ايه ظلما، وغرباء قاموا علي واقوياء طلبوا نفسي. فيها نبوات كتيرة جدا عما حدث لشخص السيد المسيح، علشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور ضمن صلوات الساعة السادسة اللي اتصلى فيها المسيح. وايضا كانت استجابة الاب للابن زي ما بيقول معلمنا بولس في العبرانيين، اللي في ايام جسده او في ايام تجسده قدم صراخ بطلبات ودموع شديدة للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقواه، سمع له يعني استجيب اليه، وده اللي بيقوله في عبرانيين اصحاح 5. لكن جمال هذا المزمور مش بس الموقف اللي خلص بيه داود باسم الرب من اعدائه، ولا انه رمز للسيد المسيح، لكن جماله ايضا في انه يصلح لحياة كل واحد فينا. لما يحفظ الانسان هذا المزمور ويردده، لما يواجه خوف، لما يواجه خطية عاتية مش قادر عليها، لما يواجه انفعال غضب، لما يواجه ضيقة، لما يواجه حزن، لما يواجه تجربة،
يقدر يختبر اسم قوة الله. يقول له اللهم باسمك خلصني، لان ربنا في اسمه قوة للخلاص. يقول له اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم ليا. في اسم ربنا نغمة الخلاص. علشان كده بيعلمونا الاباء ان اسم ربنا ده كل القدرة كل القداسة، يدي للانسان نصرة ومعونة لما الانسان يمسك فيه. لما بيقول اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. عشان كده الكنيسة بتعلمنا ان احنا لا نكف عن ذكر اسم ربنا يسوع المسيح. ويمكن من التدريب الجميلة اللي الاباء بيدوها للناس الروحيين اللي عايزين يعيشوا حياة الصلاة ده، ما هي تدريب صلاة يا ربي يسوع المسيح. الانسان يردد يا ربي يسوع المسيح ارحمني، يا ربي يسوع المسيح اعدني، يا ربي يسوع المسيح قدسني، يا ربي يسوع المسيح ريحني، يا ربي يسوع المسيح عزيني. ان الانسان باستمرار يردد صلاة او اسم ربنا يسوع المسيح. بل في طقس الكنيسة الناس اللي بيحبوا التسبحة والصلوات بتاعت التسبحة، نعرف ان الكنيسة حطت اسم ربنا يسوع المسيح ده عنصر اساسي في التسبحة اليومية. في قسم الابصاليات كلمة ابصالية اللي هو في التسبحة، كلمة ابصالية معناها ترتيلة على اسم ربنا يسوع المسيح. كل يوم من ايام الاسبوع ليه ترتيلة ترنيمة محورها كله اسم ربنا يسوع المسيح. واذا مرتلنا بعذوبة فلنقل باسم ربنا يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح في ابصالية يوم السبت. كل يوم من ايام الاسبوع لما ترجعوا لكتاب التسبحة تلاقوا فيه ترتيلة ابصالية محورها الاساسي وعنصرها الاساسي ترتيل اسم ربنا يسوع المسيح. فعشان كده اذا دعي اسم ربنا يسوع المسيح وردد بايمان، مش مجرد مكنة او بغبغان الانسان عمال يقول كلام، لا، اذا فعلا الانسان ردد اسم ربنا يسوع المسيح بايمان وبثقة وبفهم وباشتياق، لابد له من نصرة ومن قوة ومن تعزية. فيقول اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. بقوتك انت يا رب، انا ضعيف ما اقدرش اعمل حاجة، لكن بقوتك انت احكم لي، اقف في صفي، اقف جنبي، ساعدني. لما يبقى العالم حكمه علي غلط والناس حكمهم علي غلط، وممكن الكنيسة برضك يبقى حكمها علي غلط، ممكن المجتمع اللي انا عايش فيه يبقى حكمه علي غلط، لكن اقول لربنا احكم انت ليا. فاذا كان السيد المسيح في تلك اللحظة حكم عليه بالزور، وبرغم ان المحكمة الرومانية بيلاطس قال لم اجد فيه علة، لكن حكموا عليه ظلم، لكن المسيح اخذ الحكم من يد الاب. احكم لي انت. اسمع يا الله صلاتي واصغي الى كلام فمي. اسمع يا رب للصلاة اللي انا برفعها ليك. ومش بس اسمع، اصغي، اصغي باهتمام للكلام اللي طالع من بقي. عشان كده مهم قوي لما الواحد يجي يصلي هذا المزمور يبقى ذهنه منتبه للكلام اللي هو بيقولوا. اذا كنت بتقول لربنا اصغي باهتمام للي انا بقوله لك، فازاي تقول انت كلام وانت مش منتبه للكلام اللي انت نفسك بتقوله، وعايز ربنا ينتبه للكلام اللي انت بتقوله. فعشان كده لابد ان الانسان يرفع هذا المزمور بانتباه عقلية وقلبية تجاه الله. اذا كنت عايز ربنا يسمع صلاتك، فعلى الاقل الكلام اللي بيقوله فمك اللي طالع منك تبقى انت منتبه اليه وصاحي وواعي ليه، مش مجرد ان انت بتكر وخلاص. لما يلاقي الانسان كل الابواب سدت في وشه واغلقت في وجهه، حتى لو شعر ان ربنا نسيه تماما ومحدش فاكره وسنده،
لكن ليه رجاء في ربنا، يقول لربنا اسمع واصغي الى كلام فمي. وفعلا ربنا بنشوفه انه بيسمع لصراخ داود ولصلاة داود والكلام داود، ويخلص داود بانه يحرك الفلسطينيين بمحاربة شاول، فينسحب شاول من مطاردة داود. وبيحكي لربنا الظروف اللي بسببه هو بيصرخ بهذا الانين، لان غرباء قد قاموا علي وعتاه طلبوا نفسي. غرباء، بالرغم من ان داود كان موجود في برية زيف، وزيف دي جزء من برية اليهودية، يعني من ضمن شعب مين؟ داود. لكن داود اعتبر دول غرباء. ليه؟ لانهم مش من نفس روحه. ممكن يكون حتى اللي في بيتي غرباء عني، لما بيقلهمش نفس الفكر ونفس المبدأ ونفس الايه الروح. لكن المشكلة الاكبر انهم غرباء مش عن داود، لكن دول غرباء عن مين؟ عن الله. ملهمش علاقة بالله، لانهم لو ليهم علاقة بالله ما يعملوش كده في داود. فهو سماهم غرباء قاموا علي، والغريب باستمرار ما يهمهوش معاملاته مع الناس اللي معاه. غريب، يمكن اللي حاسس انه قريب يختشي، يقول ده قريبي او وش في وشه على طول. لكن الغريب ما يهمهوش، يقدر يعمل اللي هو عايزه. معرفوش، امره ما يهمنيش. فده بالظبط كان احساس اهل زيف، برية زيف تجاه داود. وصعب جدا على الانسان انه يبقى في مكان حاسس ان هو غريب فيه، محدش بيهتم بامره، او محدش بيحتضنه، محدش بيخاف عليه. مجموعة غرباء عنده ما يهمهاش امر داود، ومجموعة عتاه او اقوياء اللي هو شاول وجنوده، دول اقوياء وعتاه، ودول طالبين نفسي، عايزين موتي، عايزين هلاكي. حقيقة ما هو الغرباء وما هم الاقوياء اللي بيطلبوا نفسي لهلاكها الا الشيطان والايه والخطية. لان الخطية عتية قوية، يقول عنها الكتاب طرحت كثيرين قتلى، وكل قتلها اقوياء. عشان كده المزمور ده مهم جدا. لما ابقى واقف قدام خطية عتية وقدام الشيطان اللي هو غريب عني وغريب عن الله وما يهمهوش امري، لكن عايز يدوس علي، عايز يهلكني، اقول للربنا اقف انت جنبي واحكم لي واسندني واسمع صلاتي، مش عشان انا كويس، لكن عشان انا في موقف صعب، ان غرباء قاموا علي وعتاه طلبوا نفسي ولم يجعلوا الله امامهم. عشان كده دول الغرباء عن الله واقوياء معتدين بذاتهم، مش حاطين ربنا قدامهم، ما بيرعوش ربنا. سلاح، وبيقف في وقفة تأملية خشوعية تورينا مدى صعوبة الحالة اللي هو وصل اليها. قدامه صعوبات كتيرة، غرباء مش مهتمين بيه، عايزين يهلكوه، وعتاه اقوياء يطلبون هلاك نفسه. لكن الصورة بتتغير، انا مش دول اللي هحطهم قدامي، هحط مين قدامي؟ هو ذا الله معين لي. انا هبص لربنا، هو معين ليا، هو اللي هينصرني، هو اللي هيقويني، هو اللي هيحكم لي، هو اللي هيشددني بالرغم من ضعفي. الرب بين عاضدي نفسي، بس مش زي ما المعنى الظاهر بيبان كده، يعني ان الرب بين عاضدي نفسي يعني واحد من ضمن اللي بيعضدوني او واحد من ضمن اللي بيسندوني. لا، ده ربنا هو العاضد الكامل، وهو الذي يسخر الكل لكيما يعضدوني. والتعضيد النفسي اهم شيء في حياة الانسان. يمكن السندة الجسدية او السندة المادية ما تكونش باهمية ان الانسان يلاقي سندة
نفسية. هو لقى هذه السندة النفسية في شخص الله. الله هو اللي حيسند نفسي لألا تنكسر تلك النفس وتضيع أمام هؤلاء العتاة. يرجع الشر على أعدائي، اللي كانوا عايزين يعملوه فيا يحصل فيهم. يرجل الشر على أعدائي بحقك أفنهم، بحقك أفنهم، مش من أجل المرارة اللي جوايا تجاههم هتفنيهم، أو الغضب اللي في قلبي تجاههم أنت هتفنيهم، لكن هتفنيهم يا رب بسبب إيه؟ حقك، إن أنت حق وما ترضاش بالظلم. عشان كده بنشوف دعوات الانتقام وصرخة الانتقام في العهد الجديد بقى كلها، لا مثلا زي الشهداء اللي كانوا في سفر الرؤيا، حتى متى يا رب لا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض. دي مش شهوة انتقام ولا رغبة في الغضب والحقد تجاه الناس اللي اضطهدوهم، لكن تجاه ان عدل الله يظهر وايه ويتمجد وياخد حقه. بحقك افنهم، عشان كده من اجل حقك، من اجل عدلك، من اجل الصح انه ينتصر، صرخ الى ربنا ووثق في ربنا فان ربنا يعطيه النصرة والنجاة. طب الموقف ايه بقى؟ لابد انه يعترف بالجميل لله. اذبح لك منتدبا، منتدبا يعني طائعا بارادتي، بسروري، بقلبي، برغبتي، بشهوتي. مش هذبح ليك يا رب واقدم لك ذبيحة اجبارية لانها فرض او واجب عليا، لكن هقدم لك الذبيحة الاختيارية. محدش قال لي اعملها، او محدش فرضها عليا، او محدش ارشدني ان انا اعملها. اذبح لك منتدبا، والذبيحة اللي هقدمها لربنا هي ذبيحة الشكر والاعتراف بعمل الله الخلاصي، انه صرخ لربنا والربنا استجاب لي. احمد اسمك يا رب لانه صالح. تذبحت الحمد والشكر لاسم الله اللي صرخ اليه واختبر قوته وحلاوته وصلاحه، لانه من كل ضيق نجاني وباعدائي رأت عيناي. ونحط خط كبير قوي تحت كلمة من كل ضيق. اذا كان في انواع ضيقات كتيرة جدا في حياة الانسان، فالله ينجي من كل ضيق. من كل ضيق نجاني. والجميل جدا في داود انه في نفس الصلاة تكلم بصيغة الماضي، هو بيقول اللهم باسمك خلصني، يعني دي حاجة لسه ايه هتحصل، لكن قال من كل دي نجاني. دي الثقة الأكيدة في ان الله سامع والله يستجيب. وبأعدائي رأت عيناي، ان ظلمهم رجع عليهم وشرهم رجع عليهم، مجاذاة الاعداء. لكن انا بصيغة اللي بيصلي مش هشوف اعدائي، لان قلت انا اعدائي دلوقتي في العهد الجديد بقوا ثلاث حاجات. ايه هما؟ الشيطان والخطية والذات. هشوف النصر عليهم وانكسرهم وانهزامهم امام الله.